تلفزيون الشباب كان سبب انحدار الأغنية العراقية. نعم. ليش صرحت هذا التصريح فترة من فترة؟ لأنه أولا غادروا كل اللي جوي يعني قبلي والجيل ما بالمناسبة إحنا جيلنا اللي مو الكون آني جيل الثمانينات جيل مثقف جدا وانظلم هواية فنية وانظلم وطلع في فترة الحرب العراقية الإيرانية من خفة الحرب طلع جيل جديد رأسا وانتهت الحرب إحنا رأسا كنسلونا جوي قالهم يعني هو شو اسمه ابن رئيس الجمهورية قالهم هذول كلهم ما أريدوا حط عليكم اكس اي جيبوا لي اصوات جديده فجابوا حسام قاسم السلطان وحاتم العراقي وهذا طيب. بس مجرد انا اقول لك اتذكر هيثم ومهند من نفس الرحم يعني وهيثم من نفس الرحم مالتنا طبعا تحياتنا لهم اسم احمد نعمه اغضب الفنان الكبير حسين نعمه من عندك اغضبه تشابه الاسماء وكانوا يقولون بوقت من الاوقات انه انتوا اخوان بالعكس خدمني حسين نعمه من طلعت اول ما اشتهرت احمد اقول هذا حسين نعمه اي كان هذا حسين هل اغضب هذا الشيء لا بالعكس لا انا مثلت وياه فيلم بالعكس لا حسين يعني فنان راقي وساعدني هوايه وحتى بالفيلم شجعني انا كنت خايف انه هو ممثل قبل هل صدق انه اغنيه بين عين الكبر كانت لك وانسرقت لا هي بين عين الكبر انا غنيتها بعد اغنيه اشكرك هم اخذوا المفرده وسووا اغنيه للفنان حسين نعمه شنو كانت الاغنيه الرئيسيه بين علي الكبر وبينت شباتي عالراح من العمر صبني دمعاتي لا يمي خلو اشتكي ويخفف آلامي وللراح ممكن يجي وتعود لأيامي بين 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 علي الكبر بين ترى 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 يعني أنا نسويها حديثة شبابية هم لا سووها يعني أغنية درامية أكثر أي أخذوا البس المفرد